بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي الأعزاء طلبة الفرقة الثالثة مرحبا بكم مرة أخرى في قسم البكتيريا والفطريات والمناعة وإن شاء الله نستعرض معا محاضرات وسكاشن الترم الثاني بالنسبة لتوزيع المحاضرات على السادة أعضاء التدريس بالقسم آه المحاضرة الأولى هتبقى عبارة عن آه البكتيريا التاكسونومي ودي أنا هديها إن شاء الله آه المحاضرة الثانية هتبقى محاضرة الاستافيلو كوكس ودي هديها أستاذتنا آه دكتورة سلوى نفس الكلام محاضرة رقم ثلاثة الاستيبتو كوكس هتبقى الأستاذة دكتورة سلوى بعد كده الأستاذ دكتور أمجد هيخش محاضرتين ورا بعض خاصين بالانتيرو بكتيريسي متقسمين تو بارتس بارت 1 وبارت 2 وبعد كده برضو الاستاذ دكتور امجد هيخش محاضرتين خاصين بالكولستيديم وبرضو هتبقى مقسمتين الى بارت 1 وبارت 2 بعد كده هخش انا محاضره البروسيلا والمايكو بكتيريا والباسيلس وبعدين الباستريلا والمايكوبلازما يبقى في اربع محاضرات ورا بعض هديهم ان شاء الله المحاضره الثامنه والمحاضره رقم لغايه رقم 11 اربع محاضرات ورا بعض بعد كده الاستاذ دكتور امجد هيخش هيدي محاضره الاستيريا والكوريني بكتيريا وبعد كده هيتبقى هب... محاضرتين خاصين بالسيستماتيك مايكولوجي متقسمين تو بارتس المحاضره الاولى هتديها برضو الاستاذ الدكتور سلوى وبعد كده اخر محاضره في سيستماتيك مايكولوجي هديها الاستاذ الدكتور امجد هننتقل بعد كده على السكاشن او الجزء العملي اول سيكشن هو سيكشن نظري عن البكتيريا ستيننج بنتطرق للديفينيشن وباك جراوند والكلاسز بتاعتها وبعد كده هيبقى اول سيكشن عملي الأنون هيبقى الأستافيلو كوكاي بعد كده الستريبت كوكاي بعد كده جرام نيجاتيف باسيلاي وبعد كده رقم خمسه جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي رقم سته جرام بوزيتيف باسيلاي وهندي مثال هنا جينوس باسيلاس بعد كده سبعه جرام بوزيتيف باسيلاي وهندي مثال جينوس كورستيديوم رقم 8 سيكشن بكتيريا او التي بي هنا في صبغه جديده اسمها زين نيرسون ستين سيكشن رقم 9 الكوينى بكتيريا واخيرا في سيكشنين مايكولوجي سيكشن خاص بالمولد وسيكشن خاص باليست تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق ان شاء الله في الترم الثاني